مساء النور. ايه يا عم شايف شغال وتقفل عليا كده وشايف توب الفاتح وبترفع وايه الموضوع؟ ليه ازاي ده؟ والله انا بتابع الاخبار في اسكندريه وفي السويس، بشوف الاخبار ايه في الميادين التانيه. تمام، اخر خبر قريته ان اهالي السويس اعلنوا العصيان المدني. تمام، وبيدرسوا ان هم يقتحموا مبنى المحافظه. تمام، كخطوه جديده يعني اللي بيحصل ده. طبعا وفي تجاهل من المجلس العسكري، ما شفناش بيان طلع يقول ايه موقفهم. الجمعه بتاع النهارده مليونيه، يعني الحشد كان كبير جدا. الحكومه ما طلعتش بيان، تجاهل تام، كاننا بننادي في مالطا. مش حاسس ان السويس هي كمان اللي مفكره الثوره؟ اهالي السويس دايما يعني هم انا بعتبرهم رواد مدرسه الفدائيه المصريه. يعني في 56 علمونا الفدائيه، حتى في عز النكسة كان ليهم شغل كويس جدا. في 73 في 25 يناير احنا لو نلاحظ المظاهرات بدأت في يوم 25 في أماكن كتيرة في مصر، بس استمرارية المظاهرة في السويس هي اللي ادت الفرصة انها تتحول لثورة في مصر كلها. والله انا كنت متوقع بالاعداد دي. يعني انا كنت متوقع ان الحشد يكون كده. طب فاتح بقى اللاب وانا مع قاطع الاخبار، هل المجلس العسكري ادى بيان ولا في اي جديد؟ لا، ما بقول لحضرتك ان في تجاهل تام، يعني ما شفناش بيان او اي حاجه. يعني يقولوا ايه؟ طيب هم يعني شافوا سمعوا مطالبنا وعارفينا وعارفين مطالبنا قبل ما ننزل كمان، يعني ما قلناش طيب ايه موقفهم. مجلس الوزراء، حكومه الثوره، يعني كما يحلو للبعض ان يسميها، ما قلتناش يعني ايه موقفها. دكتور عصام شرف كان المفروض ينزل النهارده تحرير، كان المفروض ينزل الميدان اللي هو طالع منه اللي وصله الكرسي للحكومه. مفيش، تجاهل تام. يعني السلطه، يعني اعتقد ان احنا ما يعني ما تقدمناش خطوه، يعني زي قبل الثوره زي بعد الثوره، في حته ان مفيش تقدير من السلطه الحاكمه يعني استماعها ومدى استجابتها للمطالب الشعبيه. مستمر بشكل طبعا مستمر. شوف بقى الاخبار، شوف شبكه اليقين الاخباريه على الفيس عامله ايه. حاضر انا. ماشي.